أن الراب إلهام العرباوي أو المعروفة باسم إيلي أو بن ستاتي. خرجت فيديو كليب جديد مع الفنان حمزة الفضيلي خريج برنامج The Voice. الكليب تحط البارح يوم الأربعاء 10 مارس وكان تحط بشكل رسمي ودوه في مواقع التواصل الاجتماعي على الانسجام والعمل اللي جمع بيناتهم في هذا الكليب. هذا حمزة الفضيلي خرج مجموعة من الأعمال بعد ما تخرج من برنامج The Voice، وكانت أغنية ميرايا من أشهر الأغاني دياله بعد ما أخذ الحقوق ديالها من الفنان المغربي يونس ميغري